اهلا بحضراتكم، واتمنى تكون كل حاجه عندكم بخير. يعني الحقيقه وده بجد واضح انه العلاقات المصريه الايطاليه او الايطاليه المصريه، شوف انت بتحب تقول ايه الاول، يعني في تطور مستمر في العلاقه ما بين البلدين. وخلينا متفقين ان احنا في عندنا علاقات تاريخيه كبيره جدا ما بيننا وما بين ايطاليا، مش بس على الصعيد السياسي لكن كمان على الصعيد الثقافي وعلى صعيد المجتمع المصري والايطالي. جدير بالذكر طبعا ان احنا لفتره طويله قوي يمكن لدينا بقية موجودة من الجالية الإيطالية لازالت موجودة في مصر، ناس عاشت وكبرت وتولدت وتربت جوه مصر، كذا الحال في جالية مصرية لا بأس بها على الإطلاق موجودة في إيطاليا الآن. إلا أنه وإحنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم على المستوى الرئاسي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل النهاردة وزير الدفاع الإيطالي جويدو كرويسيتو لدفع أطر التعاون الثنائي، خد بالك بقى، في مختلف الأصعدة خلال الفترة اللي جاية، خصوصا في المجالين العسكري والأمني. طيب في الاجتماع اللي حصل انه زي ما كنا بنقول فخامة الرئيس، او في اجتماع اخر ايضا استقبل فخامة الرئيس، الحقيقة استقبل الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، اكد فخامة الرئيس السيسي على ايه؟ اكد على حرص مصر على توفير مناخ ملائم لجذب وزيادة الاستثمارات. سمعتها مني كويس؟ طب خير وبركة، نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ونائبي رئيس الشركة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة أنشطة شركة أباتشي في مصر وبرامجها الحالية، فضلاً عن خططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، حيث سمن السيد الرئيس في هذا السياق النجاحات المتميزة للشركة في مصر على مدار حوالي 30 عاماً، والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد، مؤكداً حرص مصر على توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لا سيما البترول والغاز. من جانبه سمن الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي تجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية، مؤكداً أنها تمثل قصة نجاح ونموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، ومشدداً على التزام أباتشي بشراكتها الراسخة مع مصر في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات جديدة، الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما عرض السيد كريستمان الدور الذي تقوم به الشركة لخدمة المجتمع المصري في مجالات مختلفة في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركة في هذا الصدد. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة في ضوء رئاسة السيد جون كريستمان لمجلس الأعمال المصري الأمريكي وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جوايدو كروسيتو وزير الدفاع الإيطالي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولواء بحري جوزيبي دراغوني رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، إلى جانب السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة. اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين ودفع أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة لا سيما في المجالين العسكري والأمني، حيث أشاد وزير الدفاع الإيطالي بدور مصر الجوهري في الحفاظ على الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط. كما تطرق اللقاء إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتم تأكيد ضرورة تضافر المساعي للدفع قدما بآليات مواجهة التحديات العابرة للحدود، وثمن الجانب الإيطالي الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار. كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العسكري، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير التعاون القائم على هذا الصعيد،
وفيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية لا سيما ليبيا والسودان، توافقت وجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار والانطلاق نحو التنمية والازدهار. وده إن أشار إلى شيء، فإنما بيشير إلى المزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الأراضي المصرية وفي الاقتصاد المصري. خليني هنا بقى أخدك على موضوع آخر، لكنه هو متعلق تحديدا باستئناف شركة مصر للطيران للشحن الجوي رحلتها المنتظمة لمطار معتيقة بدولة ليبيا الشقيقة. توقف دام حوالي 8 سنين أو أكتر، ويصبح العودة مرة تانية لمصر للطيران ذهابا إلى مطار معتيقة بواقع رحلة أسبوعيا بإذن الله قابلة للزيادة، وده هيبقى وفقا لسياسة العرض والطلب، خدمة الحركة التجارية ما بين البلدين، ودي حاجة كلنا بندعمها سواء إذا كنا عندنا في مصر أو عند الجانب الليبي. خلال شهرين إبريل ومايو تم تشغيل 12 رحلة شحن جوي بإجمالي حمولة بلغت 645 طن لمطار معتيقة بليبيا. مطار معتيقة بالنسبة لي يعني ذكرى شديدة الأهمية، لأنه لما سافرت ليبيا في فبراير 2017 فنزلت في مطار معتيقة هناك في الأراضي الليبية الشقيقة الحبيبة بالمناسبة. يمكن كانت الظروف صعبة جدا وقتها، كانت ظروف شديدة الصعوبة بل وشديدة الخطورة، وعدنا مرة تانية إلى الأراضي المصرية عبر مطار معتيقة. ما كانش لسه في طيران مصري بينزل هناك وقتها، طلعنا على طيران لإحدى الشركات الليبية آنذاك. اللي بيتقال دلوقتي مش عايزك تنظر إليه بس باعتباره عودة مرة تانية للطيران المصري أو شركة مصر للطيران بتحرك رحلاتها من معتيقة مصر، مصر معتيقة أو مصر ليبيا ليبيا. المسألة أبعد من ذلك، المسألة هنا معناها أنه في المزيد من الاستقرار، وإن انه كمان بدأنا نمشي في الإطار. احنا بنتكلم هنا بقى تنشيط العملية التجارية ما بين البلدين، يبقى احنا ماشيين في إطار بإذن الله سبحانه وتعالى في المزيد من الاستقرار لليبيا، وبإذن الله كمان بداية ازدهار حقيقي للاقتصاد الليبي ويرجع أحلى وأقوى وأكبر من الأول بإذن الله. طبعا انحيازي لشركة الطيران الوطنية بتاعتنا مفيش فيه أي كلام، بس كمان ده بيخليني أفتكر إن أنا كان ليا تجربة قريبة لما كنت مسافر العراق، وكنت مسافر من مطار القاهرة اللي ما بين قوسين بنقول المطار القديم اللي ما بقاش قديم الحقيقة خالص. مطار القاهرة بتاعنا اللي كنا نعرفه بتاع زمان أصبح زيه زي كل المطارات الكبيرة المهمة اللي موجودة في مصر أو الصالات والقاعات المختلفة لمطار القاهرة. ده من ناحية. من ناحية تانية إنه حلو ومنظم وشيك ومبهج ونظيف إلى أبعد الحدود، ما يقلش عن أي مطار من المطارات الدولية الكبيرة اللي في الدنيا كمان. فيعني ده بيخليني هنا، يمكن أنا ما مش فاكر إذا كنت قلت الكلام ده وقتها وأنا طالع بغداد ولا لأ، بس حقيقي شكر حقيقي لكل الناس اللي شغالة هناك بجد، يعني شكر حقيقي لفريق العمل كله بدون أي استثناء واحد. هستأذنكم نروح لفاصل، وهنرجع بعد الفاصل هنكمل كلامنا. عندنا بقى النهاردة كلام مهم وكبير وكتير شوية، استنونا. اهلا 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 بحضراتكم. بص، الاقتصاد له اكثر من رافد، علشان بس نبقى متفقين. احنا زمان جدا طول عمرنا من واحنا صغيرين قد كده اللي نعرفه ان الاقتصاد مثلا في مصر فيجي يقول لك مثلا قناة السويس، السياحة، الصناعة، الزراعة، تمام ماشي.
وبالوقت بدأنا نفهم ونطلع ونكبر وندرس في الكلية ونتخرج ونعرف أكتر وما إلى ذلك، وصولا إلى ما يطلق عليه الاقتصاد المعرفي وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مش بس في أنه يبقى في عندك خدمات تكنولوجيا معلومات زي مثلا التليفون المحمول والإنترنت وما إلى ذلك، لا مسألة أوسع من كده كمان. طيب، مصر عملت أو بالأدق خلقت استثمارات بقيمة 10 مليون دولار مع الجماعة البريطانيين، شركة PwC. طيب أنا عايز أفهم أكتر وببقى سعيد لما بلاقي الحاجات دي بتحصل في بلدنا. افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز مصر للتكنولوجيا ETIC التابع لشركة PwC البريطانية، وهي واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال الاستشارات والخدمات المهنية. زي ما كنت بقول لك حجم الاستثمارات تقريبا 10 مليون دولار أمريكي. طيب الشركة عايزة إيه أو بتشتغل في إيه؟ ابتكار حلول رقمية وتطبيقها في مجالات رئيسية زي خدمة تحليلات البيانات والأمن السيبراني. فاكرين كنا بنتكلم امبارح الكلام ده مع الدكتور شريف حازم نور الدين، اتاحتها في السوق المصري، تصدرها لعملاء الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا. المركز، بصوا الحدوتة كبيرة، خلوني أخد معانا على التليفون مع الوزير الدكتور عمرو طلعت. أهلا 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 يا دكتور. اهلا ازي حضرتك؟ الاستضافه كريمه وكل التحيه والاحترام. منورنا منورنا دايما يا دكتور. انا كنت بتكلم على انه العالم يتطور ويتطور فيه كمان روافد الاقتصاد، فاصبحت التكنولوجيا والاتصالات صناعه حقيقيه وصناعه بتريليونات الدولارات في العالم، وعلى ما يبدو اصبح لينا نصيب وافر من هذه الاستثمارات في مصر. ودينا بنتكلم على شركه PwC و استثماراتها في مصر، عايزين نفهم اكتر يا دكتور على ده. حاضر يا فندم، انا هحاول اشرح الموضوع ببساطه. يعني احنا واحد من اهم اهداف استراتيجيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو تعظيم الصادرات الرقميه. عشان نشرح للساده المشاهدين يعني ايه صادرات رقميه، يعني ان انا من مصر اعمل مثلا برامج اصدرها لدوله اخرى، او ان انا انفذ مشروعات برمجه وميكنه في دوله اخرى. طب هل ده متاح؟ ايوه يا فندم متاح، لان التكنولوجيا النهارده اصبحت تتيحه ان انا اقدر اشتغل مع ناس في دوله اخرى من خلال وسائل الاتصالات. اقدر ابعت الشغل اللي انا بعمله يراجع في لدى العملاء في دوله اخرى ويرجع لي، اقدر انفذ مشروعات في دوله اخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات وانا موجود في مصر. وبالتالي اصبحت فكره ان انا اقدر انفذ مشروع من دوله لدوله اخرى، او ان انا يعني اتمم اعمال لها علاقه بتكنولوجيا المعلومات في دوله اخرى، امر سائد في دول العالم كله. ده اول نقطه. النقطه الثانيه انه كل دول العالم تشهد شح شديد في عدد الخبرات والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لا سيما في الدول التي تشهد التي تشهد تراجع ديموغرافي، عدد سكانها ليس في ازدياد، وبالتالي المهارات الموجودة فيها ناقصة ومحتاجة مهارات أكثر. من هنا لدى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر فرصة يعني مهمة جدا لابد أننا نقتنصها، أنه تبقى مصر مركز لما نسميه التعهيد. يعني ايه التعهيد؟ يعني تيجي شركه عالميه زي شركه PwC وغيرها كتير، يعني هنتعرض للفكره دلوقتي. تيجي هذه الشركات تجد ان مصر فيها مهارات باعداد يعني كبيره، فيها كوادر مدربه، فيها شباب متعلم تعليم جيد ومدرب تدريب جيد، فيقول طب انا هعمل مركز في مصر اعين فيه مجموعه من هؤلاء الشباب الذين لديهم مهارات وتلقوا تدريب لكي يتمموا مشروعات ميكنه في دول اخرى وهم مقيمون في مصر. دي فكره التعهيد. بدانا استراتيجيه منذ حوالي 5 سنوات
بالتركيز يعني المكثف على التدريب وبناء المهارات، كان واحدة من أهم أسباب ومستهدفات استراتيجية بناء القدرات إن إحنا نجذب الشركات العالمية لفتح مراكز تعهيد لها في مصر. جينا في نوفمبر الماضي أقمنا فعالية شرفنا بحضورها دولة رئيس الوزراء، وشهد توقيع عقود مع 29 شركة عالمية من مختلف دول العالم، من الولايات المتحدة، من أوروبا، من الهند، من الإمارات العربية المتحدة، من باكستان، شركات من كل هذه الدول قررت أنها تقيم مراكز تعهيد لها في مصر أو تتوسع في مراكز التعهيد اللي كانت موجودة منذ فترة ولكن لم تنمو. من خلال مجموع هذه الاتفاقيات الشركات دي هتعين 34 ألف متخصص في خلال 3 سنوات. هؤلاء 34 ألف متخصص هيصدروا صادرات رقمية كل سنة قيمتها مليار دولار. الله. اللي المركز اللي سيادتك أشرت إليه هو واحد من المراكز اللي احنا وقعنا اتفاقية إقامتها في نوفمبر الماضي، كان افتتاحه يعني أول أمس زي ما سيادتك تفضلت. طبعا شركة PwC واحدة من الشركات العالمية الرائدة موجودة بقالها كتير جدا في مصر، لأنه ممكن حد من السادة المشاهدين يقول PwC اسم كبير وموجود في مصر منذ فترة طويلة. بالفعل هو موجود في مصر منذ يعني علمت لما زرت الشركة أنه موجود من أكثر من 100 سنة في مجال المحاسبة والاستشارات الضريبية. الجديد أنه بيفتح مركز لتنفيذ مشروعات الميكنة لتطبيق منظومات برمجية لعملاء خارج مصر. طيب ده كلام عظيم. المركز بدأ ب 500 متخصص، هي سعيدت جدا بلقائهم لما فتحت المركز، شباب يعني مشرف مجتهد متعلم دؤوب يعني لديه تصميم على انه يبني لنفسه مستقبل ناجح في مجال تكنولوجيا المعلومات. ان شاء الله الخطه انه المركز يصل الى 5000 متخصص في خلال بضعة سنوات. في خلال 3 سنوات القادمة 23 24 25 المركز هيبقى في تصدير صادرات رقمية قيمتها 300 مليون دولار. ده الحقيقة هو الاستثمار المهم، يعني مش بس ال 10 مليون دولار اللي هو أقام بها المركز، المهم هو اللي حجم الصادرات بتاعته كل سنة، فضلا عن فرص العمل اللي هيخلقها. يعني إن شاء الله إن شاء الله الحجم اللي احنا بنتكلم فيه لو حضرتك ذكرته 300 مليون دولار ده حجم سنوي مستهدف باذن الله. ده 300 مليون ده 3 سنين لمركز واحد من ال 34 مركز. والله ده شيء عظيم يا دكتور. طيب يعني مش هينفع ابقى يعني معايا على التليفون معالي وزير الاتصالات وما اسالش على مستقبل الداتا سنترز في مصر؟ يمكن انا مشغول شويتين بقالي حبه كده بمساله الخط قطع في السؤال اللي نفسي فيه دايما. طيب على العموم انا كنت بتكلم على اللي كنت حتى بقوله امبارح على مستقبل الداتا سنترز في مصر، او تقدر تعتبرها اسمها مراكز البيانات. العالم بدا يتجه لده، بالاخر مركز بيانات يعني مخزن ضخم كبير جدا للبيانات، سوبر ميجا سيرفرز بتبقى موجوده، بالتاكيد مش موجوده يعني في منشاه عاديه، لازم بتبقى منشات معموله بمواصفات وبطرق معينه. وكنت حتى امبارح بقول انه الجماعه الصينيين شطار في القصه دي وحطوا لنفسهم مستهدفات. معانا مره تانية على تليفون معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمرو طلعت. اهلا بحضرتك مره تانية يا فندم. اهلا بيك يا فندم. كنت بقول انه ما ينفعش يبقى معانا معالي وزير الاتصالات وما اسالش على مستقبل الداتا سنترز في مصر، وتحديدا الصيغ التنفيذيه لقانون حمايه المعلومات وامن المعلومات في مصر. هنبدا امتى نشتغل على ده يا فندم، داتا سنترز؟ لا احنا شغالين على ده فعلا بكثافه، على موضوع مراكز البيانات او الداتا سنترز. احنا في محادثات مع اكثر من شركه من الشركات العالميه لإقامة مراكز بيانات لها في مصر. ده يعني يلزمه
تعديل تشريعي أو تشريع جديد؟ الإجابة لا، التشريعات الموجودة كافية لا يعني جذب الشركات لهذا المجال. احنا بالفعل يعني في حراك مستمر مع مجموعة من الشركات من أكثر من دولة في العالم لجذبها لإقامة مراكز بيانات لها في مصر. عظيم جدا، يعني أنا أظن اللي فاضل لنا بس هي المذكرات التنفيذية للتفعيل. اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات، ولكن هذا يعني لا يعوق إقامة مراكز بيانات في مصر. هل احنا حاطين تارجت لده فندم؟ يعني الصين حاطين تارجت 30 مليار دولار، احنا حاطين تارجت، انا دايما اضربها واعذرني في استخدام المصطلح، اضرب المثل بانه انا بلد واخده ناصيه وبحري وعندي الكابلات اللي بتمر عن طريقي بتاعه الانترنت، عندي عدد لا باس بيه بل هو عدد كبير بالفعل. صحيح، لدينا عدد كبير من الكابلات الدوليه اللي بتمرر البيانات من الشرق الى الغرب، ودي ميزه يعني قويه في مجال مراكز البيانات. لدينا بالتالي ميزه نسبيه ان احنا نجذب مراكز البيانات لها في مصر. التحدي اللي بيواجهنا ان كل دوله النهارده بتسعى ان يكون بياناتها موطنه داخلها. فبالتالي يعني لابد ان احنا نوجد جدوى اقتصاديه لشركات مراكز البيانات لكي تقيم مراكز بيانات لها في مصر، وده اللي احنا شغالين فيه مع شركات المتخصصه في هذا المجال. اداه وقدود باذن الله. انا بشكرك جدا جدا معالي الوزير، كل الشكر لحضرتك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شيء انتم مش متخيلين مدى اهميته، مساله الداتا سنترز بتاعه دول وشركات كبرى ومؤسسات ضخمه انها تبقى موجوده عندنا، ده شيء شديد الأهمية. مش شديد الأهمية بس في مسألة الاستثمار في الداتا سنترز، لا، ده هو شديد الأهمية لأنه جاذب لاستثمارات أخرى، لأنه ده بيخلق موثوقية كبيرة جدا، سواء إذا كان في إدارة الداتا سنترز دي في مصر أو من ناحية تانية في جاذبية الاستثمار المصري للنوع ده من الصناعات اللي هي بقى صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لكم أن تتصوروا أن احنا لو قلنا بنقدر نحقق مثلا 10 مليار، 15 مليار، ده شيء كبير ومهم وداعم إلى أبعد الحدود فعلا للمسار الاقتصادي بتاعنا في مصر. وأنا أعتقد بل عندي يقين حقيقي إن احنا عندنا القدرات والكفاءات المناسبة إن احنا نبدأ نشتغل على كده، وزي ما قال معالي الوزير عندنا التشريعات والقوانين أيضا المناسبة، فأقدر أقول كده يا رب هانت. طيب تعالى نروح على النهاردة، وكان الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب في جدة بالمملكة العربية السعودية، وده في إطار التحضير للقمة العربية اللي هتعقد يوم الجمعة بإذن الله. سيادة الأمين العام للجامعة العربية سفير الوزير أحمد أبو الغيط أكد خلال الاجتماع أنه المنطقة شهدت منذ انعقاد قمة الجزائر لو حضراتكم متذكرين في نوفمبر اللي فات عدد من الأحداث الحافلة بالمخاطر والأزمات، وزي ما كلنا عارفين آخرها السودان. طيب ده بيتطلب إيه؟ بيتطلب إن كل الدول العربية تبقى على قلب واحد وإيد واحدة. تاني، قلب واحد وإيد واحدة. تالت والله العظيم، قلب واحد وإيد واحدة في إيه؟ في التصدي لهذه التحديات والمخاطر اللي بتهدد مجموعتنا، منطقتنا، وطننا العربية. من ناحية تانية الأمين العام سيد أحمد أبو الغيط طبعا رحب بعودة سوريا للجامعة العربية وعن مشاركتها كمان في هذا الاجتماع الوزاري. معانا على التليفون سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضراتكم الساده المشاهدين. اهلا بسيادتك يا فندم. يعني عن الاجتماع الوزاري للتحضير للقمه العربيه يوم الجمعه ان شاء الله، ويعني عوده سوريا الى مظلتها الرئيسيه الجامعه العربيه، كيف ترى ذلك يا سياده السفير؟ وكمان الى اي مدى ده يسهم في تقليل حجم المخاطر التي تهدد المنطقه؟ لا شك ان عوده سوريا الى الجامعه العربيه هي خطوه ذات أهمية بالغة من نواحي عديدة تتعلق أساسا بالأمن القومي العربي
خاصة وأن هناك مهددات كثيرة كانت يعني تلوح في الأفق، لكن بعودة سوريا إلى الجامعة العربية خاصة وأنها جاءت في إطار موقف عربي وتوجه عربي نحو التوصل لحلول عربية عربية للأزمات العربية، وهذا منح جديد باكورته هو عودة سوريا إلى الجامعة العربية في هذا الإطار. وواقع الأمر أن هذه العودة سبقتها تحركات من جانب السعودية ومصر والأردن والعراق في إطار رباعية عربية، وعقدت اجتماعات في عمان وأيضا في الرياض، وكان هناك بيان عمان والذي أكد على هذه العودة من خلال تفاهمات تتم بين الجانب السوري والجامعة العربية في إطار الخطوة خطوة. أنا أعتقد هذا التوجه وهذا الدور المحوري الذي طلعت به الرباعية العربية وخاصة أيضا بجانب السعودية والإمارات في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتبني هذا التوجه واعتباره محورا أساسيا في معالجة الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية أو الجامعة العربية، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية كما أشرت، وأيضا قضية السودان وقضية اليمن والعراق ولبنان، وأيضا قضايا الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي، وأيضا القضية الفلسطينية، وأيضا العلاقات مع دول الجوار العربي خاصة إيران وتركيا، وأيضا مع الأقطاب الدولية خاصة الصين وروسيا والولايات المتحدة وغيرها من القوى العالمية. أعتقد أن هذا التوجه الجديد، نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقات العربية العربية تستند أساسا على تنامي وتعاظم العمل العربي المشترك والحلول العربية العربية للقضايا العربية أيا كانت طبيعتها، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو قضايا تتعلق بدول لها أبعاد وتداعيات في المجال الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. إن شاء الله في تقديري أن هذا الاجتماع الوزاري كان ناجحا بدرجة كبيرة، من حيث أنه لم يستغرق سوى فترة قصيرة تؤكد وتعكس وتجسد أن هناك توافقا عربيا داخل هذا على هذا المستوى، يمهد لتوافق عربي آخر على المستوى القمة عندما يتناول كل هذه القضايا مجتمعة في الإطار العربي العربي. طيب سيد سفير، يعني باستقرار سياسي في العراق زائد عودة سوريا مرة تانية للجامعة العربية، أعتقد أنه ده وأيضا كمان استقرار في العلاقات، أو أنه هناك بوادر لعلاقات أكثر هدوءا بل وأكثر إيجابية ما بين المنطقة العربية وما بين إيران وما بين تركيا، فهنا في شكل من أشكال استقرار في منطقة المشرق العربي. لكن في المسألة السودانية كيف ترى سيد سفير يعني الرؤية العربية للوصول إلى تهدئة وحل حقيقي للمسألة السودانية أو الأزمة السودانية؟ واقع الأمر في إطار هذا التوجه اللي أشرت إليه في حل القضايا العربية في الإطار العربي، كان هناك لجان تم تشكيلها سواء لمعالجة العلاقات مع دولتي الجوار أو سواء مؤخرا في موضوع الأزمة السورية الأزمة السودانية. لا شك تم توجيه تشكيل مجموعة اتصال تضم مصر والسعودية والأمين العام، وبالإضافة إلى آلية سبق تشكيلها على مستوى وزراء، على مستوى سفراء الدول العربية في الخرطوم، مهمتهم القيام بالاتصال بكافة مكونات المجتمع السوداني بأحزابه وقواه السياسية المختلفة، وأيضا مع الآليات القائمة بعملية إدارة الأزمة سواء كانت الرباع الثلاثية، الآلية الثلاثية أو الآلية الرباعية. وهناك اتجاه في تقدير الشخصي وأن تنضم الجامعة العربية إلى آلية الثلاثية باعتبارها آلية منظمات، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، وأن تنضم كل من دول الجوار مصر ومعها جنوب السودان وتشاد إلى آلية الدول التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وهذا يعني أن هناك توجه مدروس نشيط للانضمام للاطلاع بدور في إزالة الأزمة السودانية من جميع جوانبها، سواء في التوصل إلى حلول للقضايا المتشعبة للأزمة السودانية،
بما في ذلك وقف اطلاق النار والاوضاع الانسانيه، ثم التوصل الى حل شامل من خلال شموليه المجتمع المدني السوداني وشموليه الاليات التي تتولى اداره الازمه. هذا على اساس واؤكد مره اخرى على اساس الحفاظ على وحده السودان وسلامه اراضيه، وايضا عدم التدخل في شانه الداخلي وخروج اي قوات اجنبيه او اي تدخل اجنبي موجود على ارض السودان الشقيق. صحيح 100%. بشكرك جدا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه ومساعد وزير الخارجيه الاسبق. استاذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام. لأول مرة من خلال القطاع الخاص مع وزارة الشباب والرياضة أنه يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ده حاجة مهمة جدا. هيقام في جنوب سيناء إلى دهب 170 كيلو، بالإضافة إلى كمان يعني في السايكلينج أو العجل الداخلي هيكون فيه للأسر والأطفال 7 كيلو ثم 40 كيلو داخل شرم الشيخ. إحنا وصلنا أكتر من 300 بطولة عالم وبطولة قارية على أرض مصر، وده شجع بشكل كبير جدا، يعني جزء منه اقتصادي كبير لأنه هو يعني بيؤدي إلى دخل غير مباشر ودخل مباشر. الحقيقة ده عمل أكتر من 2 مليون ليلة سياحية وأكتر من مليار اكسبوجر على المستوى الخارجي. هي طبعا المسابقات الرياضية هي نوع من أنواع السياحة الرياضية لمصر. احنا بننظم بقالنا 3 سنين مسابقة دولية اسمها ايرون مان في سهل حشيش، وطبعا دي مسابقة دولية بيجيها يعني فوق الالف والف وشوية يعني اجانب ومصريين. المسابقة دي ان شاء الله هتبقى في نفس المستوى ان لم يكن اكتر ان شاء الله. الايفنت دوت احنا جبنا توكيل بتاع تور دي فرانس، اكبر سباق عجل في فرنسا، بيتعمل باله من 1993 وفي الوفات من الناس بتسابق فيه، واحنا جبناه مصر لاحنا نبقى نشجع السياحه الرياضيه في مصر زي ما كنا عملنا قبل كده السنين اللي فاتت مع ايرون مان في سهل حشيش. المره دي جايبين تور دي فرانس هنسابق بيه ان شاء الله في شرم الشيخ. في بنتكلم مع 1000 متسابق ان شاء الله ييجوا من حوالين العالم، ونشجع الناس كلها اللي هي حتى المصريين ينضموا للسباق دوت عشان يستمتعوا بجمال شرم الشيخ والمتعه بتاعه الرياضه. السباق هو واحد من اهم السباقات العالم، مش بس في سباقات الدرجات بس في السباقات الرياضه بصوره عامه. هو سباق فرنسي ابتدى من اول القرن اللي فات، وابتدى في صورة سباق محلي وتطور إلى أن النهاردة أصبح واحد من أكبر سباقات العالم اللي بيضم متسابقين من جميع أنحاء العالم وفئات من جميع أنحاء العالم. والجديد والجدير بالذكر أن فرنسا قررت من حوالي 10 سنين أن هم ينقلوا السباق ده للعالم بدل ما يستنوا العالم كله هو يجي فرنسا فقط، فأصبح فيه زي اللي احنا عندنا النهاردة في مصر جزء من السباق بيتلعب في مدن مختلفة في العالم. في 24 مدينة ابتدى فيها السباق ده بالفعل بقاله كذا سنة، واحنا رقم 25. اهلا اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بتتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للامن السيبراني وبنتابعه لانه شيء مهم جدا جدا. فعاليات مستمره في مركز مصر للمعارض الدوليه زي ما كنا بنقول لحضراتكم على مدار اللي فاضلين احنا كده النهارده وبكره وبقى 3 ايام كده، بيعقد فيه نسخته الاولى. طيب المؤتمر في هذه النسخة يبرز جدا أهمية الأمن السيبراني، خصوصا بعد ما بلغت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية حوالي 8.4 تريليون دولار سنة 2022. طبعا
انتوا كده قادرين تفهموا انه هذه الجرائم هي بقى فيها جرائم الهاكينج زي ما بيتقال، الدخول على الأنظمة المصرفية، الدخول على أنظمة أمنية مش المفترض على الإطلاق انه يتم تسريب منها اي معلومة، ودي بتسبب تكلفة باهظة على الصاعدين، تكلفة اقتصادية من ناحية، تكلفة أمنية من ناحية اخرى. معانا على التليفون دكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعيات الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير على حضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام يا فندم. مساء النور دكتور. مهم جدا ان احنا نحاول نفهم قدر الاستطاعة وبرضو بتبسيط وافر للمشاهد العادي مدى الخطورة اللي بتشكلها الجرائم السايبرانية. طبعا حضرتك زي ما حضرتك تفضلت كده في التقرير، احنا بنتكلم على 8.5 تريليون دولار، والرقم ده مرشح للتصاعد الى في خلال السنه الجايه في 10.5 تريليون دولار، يعني اكثر من 10% من الناتج القومي العالمي. العالم كله النهارده معتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير في حياتنا كلها، في المنظومات الاقتصاديه والبنكيه والمنظومات الصناعيه والمرافق والنقل. فأصبح الموضوع الخاص بأمن المعلومات وتأمين المواقع وتأمين المرافق المعتمدة على التكنولوجيا أصبح من على أولويات يعني الدول بشكل كبير جدا، وإحنا شفناها حتى الدول بدأت تحط استراتيجيات طموحة جدا في هذا الاتجاه علشان تواجه هذا الخطر المستحدث اللي بيأثر على حياتنا كلها. يعني لسه كان الرئيس الأمريكي بايدن أطلق الاستراتيجية الأمريكية للأمن السيبراني ب 11 مليار دولار علشان يؤسس إلى عقد صناعي جديد، كمان حتى إن هو بيرفع كاهل الأعباء التأمين من على الأفراد والمنشآت الصغيرة وبيخليها مسؤولية الدولة ومسؤولية الشركات الكبيرة، زائد إن إحنا كمان بنشوف نقلة تكنولوجية كبيرة جدا في المستقبل القريب هتساعد طبعا على تقليل لهذه الأضرار الناتجة عن الخروقات السيبرانية باستخدامات الجيل الثالث من الإنترنت وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهندسة البرايفسي أو الخصوصية ووجود الأجيال الجديدة كمان من شبكات الاتصالات، دي هتقللها إن شاء الله الأخطار. إنما هو دايما في صراع تكنولوجي كبير جدا بين الدول وبين المخترقين والهاكرز، إن ده بيمثل نوع من أنواع العائد الاقتصادي عليهم، وهم في نفس الوقت بيستخدموا هذه الهاكرز دول بيستخدمهم لضرب الاقتصاد للدول الأخرى والهجوم على منشآتها. وإحنا يمكن شفنا الكلام ده في الحرب الروسية الأوكرانية بمنتهى الوضوح، لدرجة يعني كنت كاتب مقالة قلت إن أصبحت سلاح الضربة الأولى هي الهجمات السيبرانية وليس أي سلاح آخر. إحنا قدام عالم جديد معتمد على التكنولوجيا اعتماد كبير جدا، وبالتالي وجود مؤتمر زي دوت لإلقاء الضوء على التحديات وإيه التجارب المصرية والتجارب العربية والإقليمية في هذا الاتجاه شيء مهم جدا يتم مناقشته على مستوى الخبراء وفي وجود من يمثل الحكومة والشركات العالمية والقطاع الخاص لبناء منظومة حقيقة تأمل لنا. ده ضرورة ملحة، لأنه طبعا السايبر أتاكس دي بتبقى تكلفتها باهظة جدا على الدول، وفي نفس الوقت الدول بتستخدمها ضد بعض لأنه ما بيبقاش فيها خسائر في الأرواح ولكن فيها تكلفة اقتصادية بتبقى باهظة وشديدة، تقسم ظهر يعني دول واقتصاداتها. بشكرك جدا يا دكتور محمد، كل الشكر. دكتور محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا واستشاري التحول الرقمي. تعالوا نروح للدور مهرجان كان، الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي. بدأت الفعاليات بالفعل امبارح، مستمر لحد يوم 27 مايو. كالعادة النجوم يلفتون الأنظار على السجادة الحمراء وفي مقدمتهم جوني داب. بالمناسبة جوني داب وبراد بيت نجومي المفضلين في هذا الجيل تحديدا، اللي هو الجيل اللي قدي كده يعني. فيلم تاريخي فرنسي بيلعب من خلاله شخصية لويس الخمستاشر. أيضا لا يغيب العرب وفي مقدمتهم منى زكي عن السجادة الحمراء في مهرجان كان، كانت صاحبة أو صاحبة واحدة من أجمل الإطلالات كيفما كتبت الصحافة. كمان الفنانة اللبنانية رزان جمال كانت صاحبة إطلالة أيضا رائعة وكما كتبت الصحافة هناك وهنا. خلونا بقى نستقبل على التليفون، وحشني قد الدنيا، كاتبنا وناقدنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي.
اهلا 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 يا استاذ طارق. استاذ طارق الشناوي معانا على التليفون، وحشنا قد الدنيا يا استاذ طارق. الو الو. ايوه الو الو الو. هل تسمعني بوضوح؟ انا سامعك. اسمعك بوضوح حول. ازاي حضرتك يا استاذ طارق؟ وحشنا قد الدنيا، ده اولا، وثانيا ماذا عن كان هذا العام؟ انا رايي الشخصي ان الدوره دي اللي تحدث رقم 76 دوره استثنائيه، من افضل ان لم تكن افضل، لكنها من افضل الدورات. وانا بقول لك كده عن خبره 31 دوره. طيب ما شاء الله. من اول 92، واخد بالك؟ طبعا المهرجان عمره ضعف ال 32. ايوه. واكثر كمان، ولكن لما اقول 32 دوره ولاحظت ان دي دوره من اقوى الدورات لم تكن اقواها في المده دي كلها اللي انا حضرتها، اظن هي واحده فعلا من افضل الدورات. ولينا كعرب حقيقي الاكبر تواجد عربي، اعتقد انه حتى من سنه 46 مع اول دوره المهرجان لم يحدث كل هذا الزخم العرب. المره دي في كل التظاهرات المسابقه الرسميه، نظره ما، اسبوعين مخرجين، اسبوع النقاد، الفيلم القصير، افلام الطلبه، كل دي فيها لجان التحكيم، كل هؤلاء، كل هذه التظاهرات فيها فنانين عرب مصريين ومن تونس ومن المغرب ومن السودان. رائع. لأول مرة. رائع. لأول مرة بفيلم وداع عن جوليا محمد كرجفاني، لأول مرة السودان تتواجد على خريطة كان في عز الأزمة، لكن الفنان السوداني فنان عظيم طبعا، قدر يعمل فيلم وقدر يقتحم المسابقة. عندنا الطلبة، طالب اللي هو جاد شاهين وكنت، وكانوا استضافوه الحقيقة عندكم في التاسعة من يمكن من أسبوعين ثلاثة. ولينا كمان فيلم آخر في القصير اللي هو مراد مصطفى، ومراد مصطفى المهرجان نفسه بيعده الفيلم روائي طويل هيعمله. فالحقيقة في تواجد عربي قوي جدا ومصري أيضا وحضور، والمرأة طبعا حاضرة بقوة كالعادة يعني. كما جرت العادة. هل في هل يعني السنة دي في 7 أفلام في المسابقة الرسمية من 21 فيلم إخراج نساء. كويس خالص. النسبة دي اللي هي تجاوزت 30% دي لم يصل إليها المهرجان من قبل. مهرجان برلين يمكن عمل نسبة أكبر في دوراته، لكن مهرجان كان لأول مرة. أنا متذكر من حوالي مثلا 7 سنين كان في مظاهرة حوالين قصر المهرجان، لأنه ما كانش فيه ولا مخرجة في المسابقة الرسمية. فتخشوب بقى التحول 180 درجة، إنك يبقى فيه 7 مخرجات. صحيح. الدورة دي. طب هل 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 المهرجان السنة دي مثقل بأعباء السياسة ولا لأ؟ بص، بنسبة لا يخلو الأمر قطعا، وفي فيلم من سياسة وفي فيلم في قسم نظرة ما لسه ما تعرضش، بس أنا شفت جزء منه. بيتكلم عن بوتين وعن الضحايا الحرب، وطبعا في إدانة مباشرة له، مع أنه بيبدأ الفيلم، الجزء اللي أنا شفته بيبدأ بصورة للبطل اللي بتحكي عما حدث هي وبوتين قبل أن يعني يكشف الفيلم لنا اللي ساهوا واللي فقدوا في الحرب. لكن طبعا أقل يعني اللي حدث في كان الأخير وأيضا في برلين بعده كان طبعا يعني كمساحة أكبر، لكن لا يزال طبعا لا يزال الأمر قائما، اللي هو ما يجري في السياسة له ظلال فنية. يعني شفنا زيلينسكي السنة فاتت قال خطاب على الهواء في كان، وتعمل له في برلين، كان في فيلم كان شون بن هو اللي عامل اللقاء معاك، فيلم تسجيلي، وهو ايضا كان شارك في الاخراج، وهكذا. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا يا استاذ طارق. مش عايز اتقل عليك وترجع لنا بالسلامه، وهتلاقينا دايما كده بنحاول نتابع معاك من وقت للتاني ماذا يحدث في مهرجان كان الدولي. كل الشكر لكاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. اذا جه
معاد الفاصل. خلونا بعد الفاصل نكمل الكلام. عندنا ملفين مهمين جدا، ألا وهو ملف، عندنا ملف مهم جدا تحديدا هو السياحة وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب. سيادة النائبة نورة علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، استنونا. السياحة 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 أسرع رافد اقتصادي للعملة الصعبة السياحة. خلوني الأول أرحب بضيفتنا العزيزة جدا داخل الاستوديو سيادة النائبة نورة علي مقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني وأيضا رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، منورانا. اهلا استاذ يوسف، حضرتك والمشاهدين. ازي حضرتك يوسف على طول بقى ولا استاذ يوسف؟ ما هو هيقولوا بقى ان في حاجه كده. انا ماليش في الالقاب. خلاص ماشي، وانا طيب. كمان حضرتك عارف كده. لا يا فندم ربنا يخليك. اول حاجه انا اسالها، انا حطيت كده زي الاول عنوان قلت السياحه 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 اسرع رافد اقتصادي للعمله الصعبه السياحه. ده واقع، ده واقع. حضرتك قلت اللي نفسي اسمعه واللي الناس كلها لازم تعرفه. هوت ماني، فلوس بتيجي في ساعتها، ما بيجيش بعد كده، كل حاجه بتصرف جوه البلد، فاحنا عمله وعمله دي يعني طريق سريع جدا للمشاركه في حل الازمه الاقتصاديه العالميه طبعا. اذا قبل ما انا هروح على المقترحات اللي شفتوها في اللجنه لانعاش الخريطه السياحيه او انعاش هذا الرافد صياغه جديده ليه وما الى ذلك، هسال اول على تجربة الحوار الوطني والتجربة بتاعتك كمقرر لهذه اللجنة. كنت لسه بقول لك قبل البرنامج اللي أنا شفته امبارح يعني ما كنتش أتوقع أشوفه، كنت متصورة أن في حوار بس يا ترى إيه مساحته؟ إيه هيتميز بإيه؟ امبارح بالليل يعني قعدت كده وفكرت واستعرضت اليوم. الحوار بيتميز بالصدق، المساواة، المساواة في الكلمة إن كل واحد بيقول كلمته، والعدل في الدقائق الكلام، مفيش حد بيجور على حق الآخر في الحوار الأربع دقائق، يعني الأربع دقائق، ولو في حد ما كملش بيتساب يكمل الجملة. الرأي في مساحة مرعبة للرأي يا فندم، يعني وكل واحد قاعد حوالين الترابيزة، ترابيزة النقاش، تميز بإنه نحى انتمائه، نحى انتمائه فعلا. مش مهم هو جاي يتكلم، هو جاي من حزب ايه، هو جاي يتكلم في مصلحة الوطن وان الوطن ده هو الهدف وتحسين الحال للناس، لانه احنا لازم نعرف ان القطاع ده انا عايز اقول عليها صناعة سياحة، خليني اقول عليها صناعة سياحة. انا اتمنى ذلك لان انا قطاع ده يعني قطاع صح، انما هذا القطاع دي صناعة، السياحة دي صناعة طبعا، ومش لازم تتعامل ان هي سلعة خدمية. لا، هي مش سلعة خدمية، هي مش سلعة خدمية، هي صناعة، صناعة وتدرس ولها أصول ولها رولز وأهدافها معروفة. أقول إيه على الحوار تاني؟ أقول إن أنا كان المتحدثين الرسميين أنا معرفتش هما مين إلا قبل الحوار بدقائق، القائمة اتحطت قدامي وأنا معرفش حد خالص فيهم، كلهم أحزاب منتمين لأحزاب سياسية، بعض منهم بيعمل في القطاع ده في حاجات مختلفة في الصناعة دي. كان في خبير سياحي بمعنى أنه هو كاتب صحفي متخصص، كان في رئيس اتحاد الغرف السياحية، كان في مستثمر، وكان في واحد كمان كونسلتنت حكى المشاكل اللي موجودة للي بياخدوا الأسامي العالمية ويحطوها على الفنادق أو البيوت دي أو الفنادق العالمية دي مشاكلها إيه على أرض الواقع. فكان مهم قوي، كان في تنوع، والجلسة الأولانية كانت سخنة حلوة. سخنة وموفقة ولا سخنة؟ الحمد لله كانت موفقة. واسأل بقى، أكيد سألت. لا أسأل، أسأل وراكي برضو ما يصحش. لا والله لا، كانت الحمد لله كويسة، وكانت ماشية في السياق اللي فيه احترام وفي ثقة، والناس كلها سمعت بعض. طيب أنا حظي الحلو إنه سيادة النائبة نورة ترتدي القبعات الثلاث، قبعة واحدة من كبار صناعة السياحة في مصر، واحدة
أو قبعة بتاعة رئيس لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، والقبعة الثالثة هي مقرر هذه اللجنة في الحوار الوطني. وبالتالي لما شفتي المقترحات فبالتأكيد قدرتوا أنكم ترتبوا الأولويات بتاعتها، وبالتأكيد شفتي أنه وارد يكون في مقترحات جديدة ما خطرتش على البال، وتقدري تقيمي جدول المقترح وواقعيته. طبعا أبرز هذه المقترحات الواقعية. بص حضرتك، احنا الخريطة السياحية كما ذكرت قبل كده، احنا مفيش حاجة اسمها حقيقي خريطة سياحية. ايه الخريطة السياحية؟ خريطة السياحية ده اللي بيحطها منظم الرحلات، اللي بيقول عايز أزور القاهرة، اسكندرية، الأقصر، أنا مهتم بالسياحة الثقافية، لا أنا عايز السياحة الشاطئية، لا أنا ليا في الرياضة عايز برضو أعمل رياضة. يعني هو اللي بينقي وهو اللي بيحط الأماكن الزيارة دي على الخريطة. حلو. يعني حضرتك عارف كم طلبات الإحاطة اللي بتيجي للجنة. طبعا لما يجي حد يقول لي أنا عايز أحط قول أي محافظة على الخريطة السياحية، ده بقول له طب هي فين الخريطة عشان أحطها؟ حضرتك بتتكلم على المحافظة لازم تتزار، محطة لابد من زيارتها، فعلا لازم نسلط الضوء عليها. بس أنا بلفت في الحالة دي، أنا لازم ألفت نظر السائح المسافر ومنظم الرحلات للمحافظة دي. يبقى أنا عايزة إيه؟ عايزة ترويج وتسويق، عايزة أقول له عندنا تل العمارنة، عندنا المنيا لازم تشوفها، ما ينفعش تروح الأقصر وما تشوفش الحتة دي، ما تنفعش تروح الجنوب وده. يبقى أنا عندي دوري أنا كشركة سياحة، دوري كوزارة، ودوري لهيئة تنشيط السياحة. يبقى إحنا التلاتة لازم نروج. خلينا نتفق برضو إن الترويج ده وظيفة الدولة، بتروج لمصر، مصر مصر ماشي. إنما الفندق والخدمة القطاع الخاص هو اللي بيعمل تسويق بيها. مش ممكن ان الدولة او الوزارة هتروح تخبط على كل منظم رحلات وانا بجيب له منظم رحلات يقابله وهو بيشتغل برضو على الدعاية عن الاماكن. يعني الناس اللي بتتكلم دلوقتي عن المتحف الكبير الجديد عرفوا منين؟ عرفوا فيه ايه؟ الدعاية اللي اتعملت. طبعا الكباش ده روج لايه؟ روج للأقصر. المومياوات ورا مصر ومشاها من جوه مصر الحديثة من ميدان التحرير ومشي على الكورنيش وعمل ايه وصل الفسطاط. مش ده برضو دي ده دعاية الرئيس نفسه قام بيها وقعدش فينا، مش كده؟ يبقى الدولة صحيح بتروج. فاللي حصل ان الناس اتكلمت عن ان احنا عايزين منتج. خلينا نقول ان استراتيجية الدولة هي تحقيق 30 او اللي سمعناه 30 مليون سائح، ويبقى عندي دخل من هذه الصناعة 30 مليار دولار. لا، مصر تستحق أكثر من 30 مليون وأكثر من 30 مليار. ما عنديش النهاردة طاقة استيعابية تكفي 30 مليون. طاقة استيعابية بقى اللي هي إيه؟ اللي هي غرف فندقية؟ غرف عندنا 200 حوالي 210 220 ألف غرفة. ما يشيلش 30 مليون، إنما يشيل 20 18. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ اجيب مستثمر واشجعه وابتدي اقول له انا عندي نقص في الاقصر، ما عنديش فنادق كفايه. اقول له تعالى يا ريت بقى تيجي تستثمر في الاقصر وتعمل. وافكر بقى، ودي في الجلسه الثانيه، بالحزم التحفيزيه اللي انا هديها للمستثمر عشان يعمل لي الشغل في المحافظه دي. طب انا هفكر بصوت عالي يا ريت. ومن واقع انه نورة هانم عاشت في انجلترا حبه، في مدن كتير في انجلترا ما فيهاش الفندق بالمعنى المفهوم. يعني النهارده اللي انا عايز اروح اتفسح فهاخد بعضي اروح على لندن شويه، طيب فيها اوتيلات، طب انا عايز اطلع سويندن تقريبا ما فيش اوتيلات، باث في اوتيلات بس غاليه. فانا اظن الجماعه الانجليز كانوا مصحين قوي في حكايه السيرفيست ابارتمنتس دي. اشكرك لانك وديتني لمحطه الافكار اللي طلعنا بيها من الحوار. حلو. او اللي موجودين اقترحوا السيرفيس ديبارتمنتس، اقترحوا ان المساكن او الشقق اللي موجوده مقفوله دي قد كده تتحط الى حد ما تحت مظله التقييم السياحي وتتعمل اير بي ام بي وتتسكن فيها بالظبط. في شاب لطيف جدا ابهرني، وانا الحقيقه مش متذكره الاسم ولا الحزب، قال لك الكرفانات، الشباب عايز كرفانات وده نوع المخيمات.
وحضرتك بقى انجلترا بنتكلم على انجلترا دي يعني ما فيش بعد كده طبعًا. بيحط الباك باك ويروح في اي حد. انا ما عملتش ده ليه؟ طب دي افكار ما خصص اماكن في الغردقه في اي حته ان شاء الله يا رب في الاقصر. وزمان كان في كرفان في الاقصر على فكره على النيل من كتر الزحمه انا بت فيه مره. لا والله والله لا ده هتحكي لي الحكايه دي بس انا هستاذن معانا على التليفون دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحه والاثار. اهلا بيك يا دكتور غادة. اهلا بيك. اهلا بيك. ازاي الصحه كله تمام؟ طبعا احنا معانا داخل الاستوديو ست النائبه نورة علي. ايوه احنا كنا بنتكلم على مساله انه الحوار الوطني بيشتغل بوضوح على مقترحات وافكار وتصورات لانعاش السياحه وصياغه الخريطه السياحيه لمصر وسائل الجذب. سياده النائبه قالت لنا طيب الاول علشان نقول صياغه خريطه لازم الاول نحط الخريطه. ايه رايك؟ طبعا كلام محترم جدا. الاول خليني اشيد بالجلسه امبارح بجلسه فيها الصبح والمسائيه سيد اداره جلسه الحوار اتاحت الفرصه لجميع الاراء انها تطلع باراء مختلفه وتعبر عن رؤيتها وعن رأيها. وفعلا كانت يعني ايه جاذبه للانتباه ان احنا ممكن نبتدي نبحث وراها وناخد يعني كافه الجهود ان احنا نمشي ورا هذه الاراء. فانا الحقيقه حبيت اسجل يعني امتناني عن الجلسه امبارح وكيفيه ادارتها والساده والاراء اللي طلعت. عظيم جدا. النقطه الثانيه خلينا نتفق انه وانا سمعت جزء من الحوار مع استاذه نوره انه اللي بيحط الخريطه هو الطلب، انه الطلب من سواء السائحين او من شركات السياحه المتميزه اللي بيبقى شايف ان في منتج يمكن ممكن يتباع وديه زبون هو ده اللي بيشكل الخريطه السياحيه. عمرها ما بتكون the other way around. هو طبعا دورنا كدوله ان انا اهيئ اماكن معينه شايفه انها ممكن تكون متميزه زي المناطق السياحيه والاثريه المتميزه عندنا في مصر، زي ما الساده في المجلس الاعلى للاثار بيبتدوا يرمموا معابد ويحطوها بشكل متميز بحيث انها تكون جاذبه لشركات السياحه تيجي تعمل لها انسبكشن، تيجي تشوفها وتشوف التجربة السياحية هتبقى ازاي، وبالتالي تبتدي تسوق لها وتروج لها في الأسواق اللي بتشتغل فيها. هي دي طريقة تشكيل الخريطة السياحية. ويمكن خليني أقول برضو يحضرني الحديث إن احنا مهتمين اليومين دول بحاجة يعني متميزة جدا هي مسار العائلة المحدث. طبعا. احنا شغالين في تأهيل النقاط التي مرت بها العائلة المحدثة لما دارت مصر، فاحنا بنهيئ هذه النقاط انها تصبح مهيئه للزياره، سواء الاوتوبيس السياحي يقدر يوصل لها، في خدمات للسائحين لما يوصلوا للمنطقه، في حمامات لائقه، في اماكن لاستقبال الزوار، في لوحات ارشاديه. هو ده ان انا بفورم وبعمل المنتج السياحي وبعد كده بقدمه للقطاع الخاص المتميز انه يبتدي يحطه بقى ايه في صوره الباكج اللي يسوقها للزباين بتوعه. كويس كويس جدا. هكذا تصاغ الخريطه السياحيه. وخليني برضه اقول لحضرتك حاجه مهمه، السائح لما بيجي يزور اي ديستنيشن يعني حتى لو حضرتك مسافر بره يبقى عندك فتره محدده مثلا اسبوع 10 ايام عايز تاخد فيها اكبر قدر من التجربه، وبالتالي مش عايز تهدر وقت في طريق مثلا غير ممهد او في وسائل مواصلات غير مريحه، عايز تاخد اكبر قدر من التجربه في فتره زيارتك للمنطقه اللي انت رايحها او للدوله. وبالتالي تمهيد الطرق والطرق السريعه اللي احنا ابتدينا نشوفها من تطوير كامل بقى للدوله بتصب في صالح السياحه وفي صالح ان انا اقدر اصيغ الخريطه السياحيه بتاعتنا ونقدر نحط نقاط معينه على الخريطه السياحيه. طب انا هفكر مع حضرتك يا دكتوره بصوت عالي وارجو ارجو ارجو لسياده النائبه نوره تشاركنا في ذلك. انا هنا بقى كمواطن بيفكر مع حضراتكم بصوت عالي،
انا عايز انه على سبيل المثال زي ما بسافر، وكنت حتى بقول لست نائبه نوره لو انا سافرت انجلترا ومعيش فلوس اقعد في اوتيل غالي، فانا قدامي حاجات تانية زي السيرفيست ابارتمنتس، فانا دلوقتي ده على سبيل المثال، فانا محتاج ان انا يبقى في عندي بنيه ما تشريعيه او اجرائيه من جوه الوزاره تسمح بان انا احول المبنى بتاعي ده لمبنى سيرفيست ابارتمنت، تكلفته بتبقى اقل عليا كمستثمر وعلى الشخص اللي هيجي يقعد ويقيم فيها. من ناحيه تانية ادارته بتبقى اسهل عليا كمستثمر، وانا كمان كشخص مقيم بيبقى استخدامي ليها اكثر سهوله. نفس القصه زي ما حضرتك ذكرتي، انا عايز وسائل انتقال اسهل واكثر. يعني ده بيخليني بسال، هل انا بصدد ان انا انح فرص اكبر ورخص اكتر لشركات سياحيه بتقدر تجيب لي انواع مختلفين وشرائح مختلفه من السياح؟ هل انا هدخل في مساله استصدار رخص اكتر علشان اعمل ما نطلق عليه السيرفيس ابارتمنت او يعني الشقق الخدميه لو صح التعبير، او اللي بتتخدم بشكل او باخر؟ هل انا بصدد استصدار رخص اكتر لشركات النقل السياحي المعتمده، فيبقى في عندي فرصه شركة أما بروح ألاقيها عندها بقى SUVs وعندها فانز وعندها ليموزينز وعندها لوكشري وعندها ميدل كلاس وعندها حاجات زي كده، ولا إيه؟ إيه رأيكم؟ أبتدي ولا ناخد رأي؟ ناخد رأي على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك إن في عمارات جوه وسط البلد فيها بانسيونات وهتتخض، والزمالك في موجود ده لازم نتوسع فيه بقى عشان اي حد يقدر يخش على اير بي ام بي ويحجز. بس انا طبعا يكون تحت مظله طبعا الوزاره عشان نضمن الجوده طبعا مما لا شك فيه، والتفتيش، لانه من غير تفتيش حضرتك عارف انه ممكن حاجه تهرب مننا. صحيح. فاحنا فعلا عايزين التفتيش عشان نظهر بمصر كويس ويبقى عندنا جوده. حلو. الوزاره اظن ان هي اعلنت امبارح ان هي بصدد اصدار حاجات زي دي، والدكتوره غاده قالت امبارح اعلنت برضو ان هي بتمضي على كميه تصاريح دلوقتي لفنادق وبنسيونات ابتدت تظهر، فكويس. وبعدين حضرتك لازم تعرف ان الاماكن اللي بتطور سامحين فيها باقامه الحاجات دي. حلو قوي. يعني دي موجوده بالفعل، وفي حاجات في الاهرامات يعني عند ابو الهول ابتدت حوالين ابو الهول وحوالين نزله السمان وحوالين المنطقه، انا عارف ان في ده. طب دكتور غاد، تراخيص لشركات جديده ممكن تبقى لسه جديده ناشئه صغيره بس قادره ايضا على الجلب، تراخيص لشركات نقل سياحي وما الى ذلك. طيب يعني طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، وهو كومباوند كويستشن، هو سؤال مركب من كذا نقطه. ايوه. واحد، حضرتك اشرت لوحدات الاقامه. الحقيقه دكتوره نوره الفتره اللي فاتت يعني قامت بمجهود كبير جدا على مستوى مجلس النواب، واصدرنا قانون 8 لسنه 22. ده القانون ده بينص على القانون السابق، ما كانش فيه ان انا امكانيه ان انا اقدر ادي تراخيص لوحدات اقامه مختلفه، ومن ضمنها اللي قلنا فعلا انها ممكن تبقى حاجات بتتحط على اير بي ان بي وعلى الاونلاين بوكينج بورتال. وبالتالي اصبح بامكاننا ان احنا ندي تراخيص لوحدات اقامه، ولكن لازم تكون بكاتيجوري معينه، يعني الحمايه المدنيه لازم تكون عدت عليها وتاكدت من يعني الكفاءه بتاعتها، لازم تكون بمواصفات معينه. ابتدى يجيلنا شركات الحقيقه محترمه جدا، براندد اكوموديشن، شركات بتعمل ريموديلنج لوحدات الاقامه دي وتخليها بشكل انترناشونالي اكسبتد، وبالتالي نقدر احنا يبقى عندنا ستاندرد معين من الخدمات اللي يعني متوقعه في هذه الوحدات. ده ما يتعلق بهذا الشق. الشق الثاني اللي حضرتك اشرت ليه برضه استاذه نوره اشارت ليه، احنا فعلا عملنا حصر على بعض الوحدات الاقامه اللي موجوده حوالين نزله السمان وحوالين الهرم، واللي هي واخده تراخيص من المحافظه، وزملائي في الوزاره فعلا عملوا حملات مشتركه مع محافظه الجيزه للنظر في تصنيفها واعطائها منحها رخص تحت مظله الوزاره، وفعلا شغالين في هذا. في حاجات ثانيه فعلا اشرنا ليها
انه ما كانتش تحت مظله الوزاره، ابتدينا فعلا ندخلها بموجب هذا القانون وبموجب التسهيل او المواصفات اللي اتحطت في القانون. هذا فيما يتعلق بزود وحدات اقامه، مش بالضروره تكون فنادق كبيره او ريزورت كبيره، ولكنها ممكن تكون بتخدم زياده الطاقه الفندقيه اللي متوفره ويجب توفرها في خطتنا واستراتيجيتنا. عظيم. حضرتك ذكرت بقى شركات سياحه وتراخيص لشركات سياحه علشان تقدر تجيب وسائل نقل حديثه ومتطوره. احنا عندنا ما يفوق ال 2400 شركه سياحه مرخصه. هذه الشركات بدعوها تفكر في انها تطور من نشاطها وتتحول الى سياحه جاهزه. العالم كتير مفتوح قدامنا دلوقتي، التسهيلات اللي تمت في التأشيرات السياحية وتأشيرات أبان أرايفل في المطار يمكن منحها كبيرة جدا، بتتيح إنه هذه الشركات تقدر تشتغل في السياحة الجلبة المحترمة بأسعار وبمكاسب تضمن لها يعني إعادة النظر في آليات عملها. وبالتالي انا ما عنديش نقص في الشركات السياحه، مش ما عندناش احتياج، لان انا عشان اوصل ل 20 مليون سايح مش محتاجه اكتر من 2400 شركه، عندي تراخيص كافيه جدا، لكن الشركات دي محتاجه انها تشتغل بشكل صغير من الاليات بتاعتها. فيما يتعلق بقى بوسائل النقل، ايوه فعلا في مقترح بندرسه لتطوير منظومه النقل، لانه فعلا محتاجين نزود أعداد الأوتوبيسات السياحية والميكروباصات والكرفانات والفور باي فور. فعلا محتاجين إن احنا نبص لده، وده الحقيقة يعني مجهود بنقوده مع غرفة الشركات السياحة اللي هي مختصة بهذا، وإن شاء الله برضو هنشوفه مع وزارة المالية ومع وزارة التجارة والصناعة لكيفية توفير أسطول من النقل الحديث يقدر فعلا يمشي مع استراتيجيتنا في زيادة العدد. بالظبط. أنا بشكرك جدا جدا دكتور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وعودة مرة تانية سيادة النائبة نورة علي. عايز أقول حاجة عن النقل. النقل ده ملف احنا بندرسه حاليا في المجلس في اللجنة، لأنه احنا في أمس الحاجة إلى شركات نقل جديدة، شركات سياحية جديدة، محتاجين تعديل في سنة الصنع، لأن هو بيشترط أن يبقى فيه تبقى عربيات حديثة زي ما الدكتورة قالت. أنا أقدر أجيب موديلات قديمة ولم تستعمل، أقدر أفتح القصة دي، وده موجود. لا يعني هو لا مش موجود في مصر. بكلم أن طبعا. في شركات كبيرة كتيرة جدا بتصنع عربيات بتبقى موديلات قديمة لكن هي زيرو. بالظبط. فأنا من برك من هذا المنبر بطالب بأن احنا نقعد مع الوزارة ونشوف آلية لأن احنا نعمل شركات جديدة، نسمح بوجود شركات جديدة للتسويق للنقل السياحي، لأننا محتاجين، احنا ما عندناش عربيات والعربيات اللي موجودة قديمة ومش عارفين نجيب غيرها، فياريت الملف ده نفتحه قريب. طيب حلو جدا. هنا هسأل يمكن قد يكون ده سؤالي الأخير على مسألة إحنا ليه حاطين تارجت يا فندم 20 أو 30 مليون سائح؟ يعني في دول حبايبنا وفي دول مش حبايبنا وفي دول أصدقائنا بيعملوا بقى اللي هو إيه 50 و60 و70 و80 مليون سائح في السنة. بلاش أتكلم على يعني ماشي، إنما في ناس برضو عاملة تارجت ل 100 مليون وبيقول لك السياحة الداخلية دي بيحسبها من جوه. لا ما انا مش عايز احسب، ما انا مش عايز احسب كده ماشي. انا ما اقدرش اعمل الجامب الفظيع ده اللي من 12 لازم ابقى اشتغلت وعملت وجهزت وروقت وبقى عندي القاعده. انا احنا شغالين دلوقتي في البنيه التحتيه، طرق الحمد لله، سكك الحديد، رابطه بين المواني وبين المقاصد، يعني ما فيش احسن من كده الحقيقه. ولسه كمان المواني بتشتغل، فنقوم نركز بقى على سياحه اليخوت
ويجي لي منها عدد عمرها ما كانت موجودة عندي. أبتدي أفكر في الصحراء، الناس عايزة الصحراء، الحمد لله دلوقتي ينفع السفر في الصحراء بضوابط معينة ومقبولة جدا لأن أسبابها تحترم. أبتدي أفكر في إيكولوجيز هناك، يعني صح. في بقى منتج جديد ومقاصد جديدة أشتغل عليها عشان أبتدي أجذب مرة واثنين وثلاثة. على فكرة من ساعة ما عدلنا التأشيرات، نظام التأشيرات، الأعداد زادت الحمد لله، وإبريل السنة دي أعلى من أي سنة الحمد لله، ومش هقول النسبة. أما مش هنقول دلوقتي، مش هقول خالص، خلينا ينتهي العام المالي ساعتها هيبان الرقم وساعتها ربنا يكرمنا جميعا. أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي، نورتيني وشرفتيني وجيت لنا كمان وأنا عارف أنه المساحة الوقت ضيقة، بس أنا عارف أنه يعني بتدلعيني. لا أنت عزيز عليا وأنت زميلي، وبشوفك وأنا قاعدة في المجلس الناحية التانية. يا بختي. قاعد على الشمال. قاعد قاعد في وشي كده على طول ومراقباك. يا رب يخليك يا فندم، كل الشرف. ميرسي، وأنا مبسوطة قوي أبقى معاك في أي وقت. أنت عارف كده والله. أنا حقيقي بتشرف بوجود حضرتك دايما في المجلس وبره المجلس. ميرسي، وفي البرنامج. ربنا يخليك حقيقي. ربنا يخليك. كل الشكر لحضرتك يا فندم، كل الشكر لسيادة النائبة نورة علي مقرر لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، نورتنا وشرفتنا. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نتكلم شوية عن التضامن مع سيادة النائبة نجلاء بخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب بعد إذنكم، استنونا. والله يا جماعة أنه الحوار المجتمعي ده من ضمن إيجابياته الرائعة أنه يعطي زخم وحماس وحيوية للبرامج التلفزيونية، فتلاقونا يعني عندنا 5000 حاجة نقدر نتكلم فيها، ودي بتبقى يعني إيه سعادة الصحفي، مش سعادة يعني ما من هو سعادة الباشا الصحفي، لا السعادة يعني الحالة. سيادة النائبة نجلاء بخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب منورانا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. ونحن نتحدث عن التضامن، فنحن نتحدث عن الأسرة المصرية، نتحدث عن تماسكها، وطبعا الحوار الوطني مدي اهتمام بالغ لهذا الشق. إلى أي مدى بتشوفي هذه الملفات على مائدة الحوار؟ وبداية بس أنا بحب أوجه كل الاحترام والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو فعلا دعا لحوار فعلا رائع، حوار حضاري. وكمان بشكر كمان وبقدم كل التقدير للدكتور ضياء رشوان المنسق العام، وكمان سيادة المستشار محمود فوزي، لأن في الواقع حاجة كده رائعة من التنظيم ومن إرادة الشعب، يعني فعلا حاجة قوية خالص. امبارح أنا كنت في الحوار في العدالة الاجتماعية، وكان تنظيم وكان مدي كل الناس الحرية إن هو فعلا يقدروا إن هم يعبروا عن آرائهم. فده معناها ان فعلا مصر بتتغير، ان فعلا في طريق جاد الى الجمهوريه الجديده. ابرز النقط اللي شفتوها وناقشتوها امبارح في مساله العداله الاجتماعيه كانت ايه؟ هو في الواقع طبعا العداله الاجتماعيه فيها مجموعه من النقاط امبارح طرحت، هي مثلا الاجور والمعاشات، مثلا الاسكان الاجتماعي، مثلا المجال اللي هو الخاص بالعشوائيات. فبالتالي في مجموعه، هو القصه في المجال المجتمعي ان هو متشعب وبيمس قاعدة كبيرة كمان من المجتمع، فكله حاسس بالمشاكل المجتمعية. يعني اتناقشتوا في مسألة القضاء على العشوائيات، تحديدا العشوائيات الخطرة، وانا بعتقد ان دي كانت حاجة من ضمن اكثر مؤرقات المجتمع المصري. فعلا فعلا اتطرحت كذا قضيه، لان احنا امبارح كنا بنسمع في الحوار مع الناس اللي كمان متعدده في الجهات ومتعدده في الكيانات وفي الاحزاب، وكله فعلا طرح قضايا مجتمعيه كبيره، طبعا منها العشوائيات. والعشوائيات احنا على فكره في طريق الى القضاء عليها، يعني احنا طبعا مشينا خطوه كبيره مع فخامه الرئيس على ان هو فعلا للقضاء على العشوائيات، لانها كانت فعلا قضيه
هي بتؤرق المجتمع وبتؤرق الحياة المدنية يعني. فبالتالي طبعا مطروحة طبعا للنقاش، وفي بعض النقاط الأساسية اللي هتتاخد في هذا المكان. بكرة إن شاء الله هيبقى الأسرة والتماسك المجتمعي. ده صحيح. إيه في رأيك إيه أبرز ما يجب أن نتناوله غدا في هذه اللجنة؟ قضية الطلاق دي قضية مهمة جدا يعني، لازم فعلا نتناولها بعين الاعتبار. والعنف الأسري، قضية الطلاق في الواقع قضية يعني مجتمعية، ابتدوا ان هم فعلا تبقى ظاهرة غير طبيعية يعني، لكن المفروض ان احنا بنحط لها مجموعة من العناصر اللي احنا نقدر ان احنا نشتغل عليها. الطلاق في حد ذاته كإجراء ولا ما بعد الطلاق؟ يعني علاقة الأسرة ببعضها البعض، عندنا زوج أو أب وأم ثم أبناء وحصل الطلاق، وأظنه كمان جزء من الحاجات اللي بالناس بتتكلم فيها بكثرة اليومين دول هي مسألة الوصاية. ده صحيح، بس أنا في الحقيقة مش عايزة الموضوع برضو يوصل للطلاق، ففي مجموعة من المعايير لازم قبل الطلاق. يعني مثلا الوعي عند الزوجين دي مهمة جدا، إن احنا نقدر نعمل مجموعة من المبادرات اللي فعلا توعي الزوجين في إن هم يقدروا إن هم يعيشوا حياة سعيدة وحياة كويسة يعني. طبعا وبمناسبة الوعي احنا لازم نتكلم كمان على مبادرة مودة اللي هي خاصة بالتضامن الاجتماعي، اللي هي فعلا بتلقي الضوء على هذا الملف. غير الوعي هو ان الوزارات اللي هي تبتدي ان هي تشتغل على هذا الملف برضو، لان انا في الواقع ان الطلاق ده مش فكره اسره ومجتمع، لكن هو فكره مجتمع كله. الاسره هي البنيه الاساسيه للمجتمع. طيب انا يمكن اظن بس صححيني انه معدلات او نسب الطلاق عندنا في ابلي اقل كتير من بحري، أظن ذلك، يعني قد تكون الأرقام موجودة عند سيادة النائبة أو حتى من واقع العمل العام ممكن تبقي شايفة ده. وهنا هيجي سؤالي، إلى أي مدى مجتمعنا المصري بشكل عام ومجتمعنا في إبلي والصعيد بشكل خاص عنده هذا الوعي؟ في جبلي فعلا نسبة الطلاق بتبقى أقل شوية، لأن طبعا لسه في يعني مجموعة اللي هي الفكرة الأبوية والفكرة المسؤولة عن العيلة وكده، فده طبعا بيقلل شوية من نسبة الطلاق في المجتمعات في جبلي يعني. هل معدل الوعي هناك كبير لو صح التعبير؟ هل أقدر أقول إنه الناس أصبحت واعية لمشاكل أو بالأدق لمسؤولية الزواج ومن ثم بيبعدوا خصوصا عند الأجيال الجديدة؟ هو طبعا بلا شك ان الموضوع ده يبتدى ان هو يتحسن كتير، لان المجتمع المدني كمان ليه دور وبيشتغل. المجلس القومي للمرأة ابتدى ان هو يعمل مجموعة كبيرة من المبادرات اللي هي تقدر تعمل حماية للأسرة اللي هي بتتكون. ليكي كلمة بكرة ست النائبة ولا لأ؟ لا، أنا كنت في العدالة الاجتماعية. كانت كلمتك في العدالة الاجتماعية؟ كانت. إيه اللي اتكلمتي فيه في العدالة الاجتماعية تحديدا؟ هو في الواقع العدالة الاجتماعية هي برامج الحماية اللي خاصة بالفئات المهمشة، قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص. ولو أنا بتكلم على مبدأ تكافؤ الفرص، فبالتالي المفروض إن إحنا عندنا مجموعة من المحاور المفروض إن إحنا نحط إيدينا عليها لما بنتكلم على تكافؤ الفرص. أول محور وهو عمل المرأة في مقابل عمل الرجل. إحنا الفكرة إن المرأة بتمثل 24% من القوة العاملة أو قوة العمالة في مصر. فبالتالي ده نسبة صغيرة بالنسبة لعمل الرجل. المحور الثاني وهو الريف، النظر للريف في مقابل الحضر. فبالتالي عندنا احنا في الريف المفروض ان هو بيمثل 57% من نسبة الناس عايشين في الريف اكتر من
فبالتالي المفروض ان احنا فين الريف من الخدمات المقدمه، فين الريف من، طبعا لا ننكر ان حياه كريمه عملت طفره كبيره في الريف وخصوصا في الصعيد، ولكن لسه احنا محتاجين استمرار اكتر تاني بخصوص الموضوع ده. بالنسبة كمان ان احنا دايما من عند المركز، كل ما بنبعد عن المركز كل ما الخدمات بتقل او ان ما بيبقاش في اتاحة في الخدمات، فبالتالي دي نقطة مهمة برضو لازم نفكر فيها بما ان احنا بنتكلم على العدالة وتكافؤ الفرص. النقطة الثالثة اللي احنا اللي اتكلمت عنها امبارح وهي محافظات الصعيد في مقابل محافظات الوجه البحري، فبالتالي انت عندك محافظات الصعيد المفروض ان هي اللي هم تقريبا 10 محافظات تقريبا، فبالتالي انت مهم بالنسبة لك ان انت تبص عليهم في الاستثمار، في فرص العمل، في المصانع اللي لازم تكون موجودة عشان خاطر فعلا في قوة عاملة كبيرة خالص المفروض ان هي بتشتغل، وطبعا البطالة احنا بنواجه جزء كبير من البطالة يعني. طب هل اتكلمتوا او تطرقتوا الى نسبة 5% وحقوق اصحاب الاحتياجات الخاصة في نصيب وافر وعادل من فرص العمل؟ طبعا دي فكرة مطروحة، واحنا كمان وهو في قانون بيمثل بيا، فبالتالي طبعا الفكرة ان احنا نبتدي، وفي بعض المحافظات زي عندنا في جينا مثلا ابتدوا يعملوا اجراءات صارمة للمصانع او الاماكن حتى الخاصة والاهلية اللي ما يقدروش، اللي مش بتوفي بهذه النسبة. طيب وبخصوص مسألة فرص العمل بشكل عام، عشان كمان طالما احنا بنتكلم عن الصعيد كمان بالتحديد او بشكل اكثر خصوصية، هي مسألة القدرة على توفير فرص عمل عن طريق التمويلات متناهية الصغر او حتى الصغيرة الى اخره، وبالتالي وكمان لازم اسمح او احط جنبها حزمة من التدريب، فانا ادرب علشان ادي التمويل صحيح. علشان التمويل ده يبقى تمويل ناجح وناجع فيؤتي بثماره. صحيح. في الواقع ان الوزاره وكمان المجتمع المدني، الوزارات يعني والمجتمع المدني بتقوم بالقصه دي. يعني احنا عندنا مثلا في المجتمع المدني بيبتدي ان في كتير من الهيئات بتاخد من الهيئات المموله، والهيئات المموله بتبتدي ان هي تدي زي مثلا المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر للسيدات بالاخص. المجلس القومي كمان عامل الفكره دي، بنك ناصر عامل الفكره دي، فبالتالي وكمان الإجراءات بتبقى مخفضة بالنسبة لهم، فبيبتدوا إن هي تقدر إن هي تبقى حاجة كويسة وتفتح مجال عمل كويس للشباب. يا مساهل سيادة النائب، وفقكم الله لما في خير البلاد والعباد زي ما بيتقال. نورتينا يا فندم وشرفتينا، وبعدين أصل الصعيد عندنا غالي حبتين يعني، فنورتينا جدا والله. كل الشكر سيادة النائبة نجلاء بخوم رياض، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، حديث حول العدالة الاجتماعية وتماسك الأسرة المصرية، ولسه الحديث زي ما بيتقال له شجون، لكن خلصت الحلقة لحد كده للأسف الشديد، إلا أنه من الأمور الجيدة أنه حالا يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم الأسبوع الجاي يوم السبت وبرنامجكم التاسعة. سلامات.